زون ميكس. جايلكم جديد في زون ميكس مع لاعب كريم العواضي. بيه كريم، لقيت مع صفيق ضد ترجي فرحت، لقيت مع الاسبيرون ضد الكلوب فرحت، سجلت الاستاد مع السي اس اس فرحت. مظهر ما عندكش، معنا ما لكش حتى جمعيه، معنا اللي تخدم معها كما نقولوا مدير الله. يضحك على ايش تضحك علي؟ لا انا حتى كنت تشوف في فرحت مانيش هيك، ما نفرحش برشا، انا نفرح جوست مش مك العباد اللي باهي. شو بقول لك عليه؟ عادي معناها تحب ولا تكره باش تماركي تفرح، صرت تكون جامعات كبار ديما تحب ولا تكره. مانيش انا مانيش معناها ديما نرجع لراني ولد مقري. معناها الجمعيه هذيك اللي هي سالت الكريم خاطر فهم اللاعبيه ما يفرحوش بهذيك الجمعيات القديمه مثلا. ايه تو اكزامبل سامحني، انا ماركيت كونتر ستاد مع سي اس اس ما فرحتش، كنت تذكر فرحت بلي. لا ما فرحتش وقت اللي ربحنا اربعة بلاش. علاش؟ استاد عنده محبة خاصة الحقيقة، معناها عنده محبة خاصة اكثر من الاخرين. ينجم يكون بحكم وضعيتها، كنت عشت فيها فهمت وشفت وخلطت العباد اللي قرب برشا من استاد. اكزامبل ماركيت اول ديربي، اول ديربي وقت ماركيت كنت الكليب في المنزه وقت ريكلو ما فرحتش برشا. انا ما انا عادي شفتهم عاود شفتهم بونبويت شفتهم فرحه مش كبيره، مش فرحه نتاع انا فرحه نتاع تصير في وقتها. انا مش ساعات تشوف واحد ولا ما تحكمش في روحك وقت جد واحد ساعات تشوف واحد اسلام يماركي يبقى نص ساعه فهمت. انا في زجت في وقتها تصير وقت ما عندي مشكله مع حتى جماعيه فهمت. كريم اول تونسي يلعب في الرابعة ولا كلمة حبيت الخمسة الكبار، شو تمثل لك الحاجة هذه؟ فخر وديما نقول ما فماش واحد ما يتمناش يلعب في جماعة الكبار هذوما الكل. وفي تونس ما لعبتش في جماعة الكبار راك ما لعبتش كورة، وما عادش لي بريسيون تاع جماعة الكبار راك ما زايد معناها. قبل ما تمشي لتوال خممت فيها الكورة هذه الحاجة هذه؟ والله لا جد بطبيعتها بالحق والله ما نعرف الشيء يعني. والله جد بطبيعته اللي انا نعطيك انا حاجه اللي الوحيد اللي ماركي جامعه الكبار الكل داير فيه صحيح. في رمضان عملت شويه تندب الحكايه وليت عاش كان شفت في دنيا اخرى انت كريم غربي بعثولي برشا بعثولي برشا التصويره كريم راه ولد حوتي فنان كبير هذاك. نتذكر كريم انا عنده بوه دخلنا في موضوع اخر توا عنده بوه اكثر منه الحقيقه فهمت، وعنده خو زيد النوري اللي نشكره كريم ولتحمش معناها فهمت ولتحمش اللي بزهره زيد كيكه فهمت. حتى وقت بعثوا لي الاولاد السيكونس هذيك نتاع كل الملايات في الجمعيه طفله كمان كما واحد بعث لي قال لي هذاك كريم كريم كيف قال هو كريم العوالي نتاع دنيا اخرى نتاع مسلسلات نتاع كوميديا اللي بالعكس حاجه باهيه ما صورش لا لا حاجه باهيه. وفما هذاك كيف فتح الهداوي اللي واحد فاز اخر كان بعثوا لي ذاك موجود في التاسع وفي الحوار في وطن هذا كي كريم العوالي بلعب فيهم الكل خدام خدام ان شاء الله واحد يكون خدام كيما ممثل كبير فتح. كريم رغم انه انك تونس الوحيد كما كنا لعبت في الجمعيات كذا من الكل علاقتك بالمنتخب مش كبيره برشا لعبت صحيح متعبت صحيح كيما نقول لك ازمه ذا زاد موضوع كبير اللي ما تنجمش منتخب ديما الحمد لله ما انا سلتو البريود الاخر معظم استاجيت كنت موجود يعني فهمت عند لي زونترونور الكل. مين ديما نقول لك ذا شوية دونترونور يمكن عنده جوالات اخرين يختار فهمت كما انا ديما نقول ديما نرجع شوية دونترونور نجمش تفرض عليا حاجة. شاف في السنة 2016 انت كنت موجود ايضا كنت موجود في التصفيات نتاع المونديال اللي بيك كنت تتمنى تمشي للمونديال شقال مثلا فغنتي قولي الساعة كنت تتمنى تمشي تكون موجود في المونديال اكيد مفهماش واحد مكانش فهمت. انا شنو عارش اني صار وقتها الحقيقة في كل شيء معا فهمت اللي هذا وقتها دي شوادي ما قولي ماتش الكونغو الحاسم كنت موجود كله حتى هوني في رانس العب فهمت وفي ليبيا معنا تطرح ليبيا الاخرين كل بلاسك فاهم تروح غينيا غادي يعني في بلاسك فاهم وتخلط معنا مش سعمل ستيرير يساهمت بشوية فهمت وبعدك وذيد شوية ما عمل عليك أنا بالمعلول وقتها ما حكيت حكاية معك ولا كيف حكاية معك وقتها ولا ما حكيناش أنا قلت لك أنا من الكلام برشا ما حبوش فهمت مين ديما يقول من أحسن انترنت اللي عندهم سينابيل اللي ديما نرجع شوية أخذه كاو مانا مش كيبه وكاو جايين السخيري هو كان حاسم مش كريم ما يمشيش لا أعلم نعرفش ديما نقول لك ما نعرفش اللي جايين خاطر
ممكن نحلك شوي اللي ثم 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 عباد مشات اللي ما كانتش موجوده ابار سخيري، خاطر سخيري ثم شويه كان موجود اللي ثم جوارات مشات اللي لا ما نعرفش تصفيات سخيري نحكي عن تصفيات جي جي ما انا اسمه محطوط وتحب ولا تكره وجاي من برا و هو فالورشي لكن ما ساهمش في التأهل ممكن ثم عباد اخرى ما ساهمتش في تونس ومشي مثلا ما نجمش نعطيك الاكزامبل باش تمس الجوال مي ثم جواليات ما ساهمتش ومشي في البوست نتاعك في البوست نتاعي وبار بوست نتاعي هو شكون فما في البوست نتاعك لا نعرفش شكون فما انت او كنشوف تبارك الله انت حكيت احمد خليل عليك ما نعرفش شكون ما نحبش نقول ما نحبش نسمي جواليات ديما قلت ما نحبش نسمي باش نمس الشعبيه فهمت هذا ديما نقول لك ديش وقت اختارت فهمت كاو ترى تشوف كل شيء في السي اس اس وقت الجمعيه باهي كل شيء يمشي كان جوار برك يسي مريح دي شوا كاو انا ما تنجمش تنجمش مادام كنت مادامك جوار ما نفتخ جوار ما نجمش ناخذ نطول هو شوا خذا خاطر انا حاط روحي في بلاصتو باش نهار اخر كان واحد يولي في المكان هذاك تخمم انت تخمم تكون اكيد اكيد شنو نخمم السي العباد اللي فعلت لا كل حد معناها نخمم ولا تسوق لو فيكم تعملوا جرب ناجح مخام انا قلت لك انا عندي كراسه وانا نقيد فيها اللي براسك كما قلت انت بكري اللي زنتو الانترنت عندهم قالش على راسي زيك زيرسي استعجبني كل شيء نقيدهم وعندي كراسه وفهمت مغروم حاجه نحبها فهمت فهمتك كان كان 2019 مشيت مع بلاصه علي معلول في اخر لحظه خلاص كيف صارت وقت والله ما نعرفش انا من البريود مشيت استاجيت شويه معهم ما في استاج الكبير اللي خلينا وقت اللي مشاو البار مشيت معهم وقتنا مع الاتوال ترينا على روحي كلمني سي ودي قال لي راك هكا قلت له اكيد فرحت قلت له فهمت ما عرفش شنو المشكله بعد صارت في الحقيقه اللي كان هذيك نتاع تونس صحيح نتاع تونس انا بالرسمي اللي عاش فينا عشت في الجروب اللي كان هذيك نتاع تونس شنو هو اللي ما خلاهاش تكون نتاع تونس؟ كيفاش نفسر لك ممكن النجم يكون ثم عباد خذت نحكي لك راهو في الستاف هذا خذت ديسيزيون وهي ماهيش في البلاصه اللي باش تاخذ ديسيزيون ذيك سميني ما فهم سمي لك راني ديما ما نحبش نسمي باش اعطيني لي ديسيزيون على الاقل شنو معناها ساعات انترونور ياخذ شوا فهمت غلط باهي كي انترونور ياخذ شوا غلط ثم عباد لازم تفايقوا اشكو العباد هذيك فايقتهم وفايقتوش تحكي عن المساعدين نجم يكون ميري كانزاري وفايدو بالقاسم نجم يكون هما فايقوه فهمت هو خرج كلام انه ما يسمعش كلام حتى حد صحيح نجم يكون هما فايقوه خاطر انا مخاطر ثم خاطر الستاف ياك يعمل الرينيو مع بعضهم وحدهم ما محدد نجم يكون هما فايقوه وهو راسه كاسح نقولوا نحن بلغه فهمت اما انا نقول لك كوب دافريكا هذيك نتاع تونس وانا مانيش اسامي ما عندناش اسامي لو كيما نتاع المغرب وكيما نتاع الجزائر وكيما عندنا مجموعه باهيه صحيح ثم 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 امبيونس باهيه فهمت ساعات تبدا امبيونس باهيه يجي انترونير خاطر باش انترونير قوي انترونير قوي انا ذي وجهه نظري انترونير قوي في السنيور لا بس يزيدك لا ما هو بيزيدك حتى شيء توصل للسبور راك حاضر انترونير قوي يحبب الجوالات في بعض صحيح. خلي فهمت ساعة تلقى جوار في جرادة معنا في فوق ويبدأ عرفت تقولونها كأنه يلعب صحيح شو صحيح وقت مشيت بلاست معلول رغم اني ما كنتش نفس البوست نجم يكون خلاب حتى باش انتقادات كيف انا وقت اللي مشيت سامح انت كيف باش تحسب فانت رواج جوار يمشي انا وقت اللي مشيت علي تحب ولا تكرم انا فالور سير شوا اللي صار على سافوار شنو نجمو نعمل خاطر ما نعرفوش انا شنو مي في الارير جوش ثم زوس فهمت بار كونتر حتى في الوسط نقصين لاخر وقت اللي مشيت انا نقصين ناديت حتى كي باش تعمل تقسيمه ولا باش تعمل اكزرسيس ولا حاجه تلقى في الوسط ناقصه فهمت هو انا سافوار كيما قلت لك شنو حسبه مي انا حتى وقت اللي مشيت تحس في الوسط كنا كانوا ناقصين فهمتك حتى استاجير علاش ماكش موجود في المنتخب مثلا كنت تحب تكون موجود كيف مستناش واحد منكم عندك بلاستيك والله ما عندي اي واحد انا حتى الجوار راك ما نعرفش يبدا اي واحد يكون فهمت نجم يكون موجود انا فهمت انا ويحب يكون موجود ديما نقول لك هذا يا ديشوا شنو رايك في تعيين المنظر الكبير على رأس المنتخب انا سيمون دنار عندي مده معنا مش من تو انا يمكن نجم يكون الشوا هذا ياخذها وبشربوا برشا وقت نجم تجيب انت انتونور واحد اخر من برا
ميلون ترونور كيف باش يفهم لك العقليه نتاع تونس وكيف باش ماك تعرف فهمت سيمون دربريسك جوريت هذوما الكل اللي عايت لهم اللي معاه تويكا نسبه كبيره يعرف صحيح فهمت معناها لانهم كيما لنا هماش جمعياتهم لانهم في يقولون احنا خاطر شد شد معناها شد الاولمبيك انت عنده اولمبيك معناها 90% من جوريت هذوما الموجودين يعرفوا نكملوا بمستقبل الكريم باش تواصل تتابع في السعوديه مازال عندي عام في نادي ابها اللي نشكره برشا سيرتو الاداره الحقيقه والمستاف اللي موجود اللي من لا شيء عملنا برشا حاجات من انا مانيش مكان العباد اللي تعرف اسلام اللي نشكر لان ما عنديش كانه اما فما حاجات ساعات يزمك تقول فهمت اداره خاطر كيما حكيت بكري راك جمعيه درجه اولى طالعه الممتاز الدوري السعودي مو سهل فهمت بالنتائج اللي عملناهم وفي الكوب مازلنا موجودين معناها فهمت انا تسمى حاجه باهيه فهمت كريم 34 عام تو مازلت في التوب ما شاء الله تقريبا من لاعب التونسي تقريبا في جامعه كل مش تلعب اساسي ديما شنو الصم شنو السبب في انا اقول لك حتى لو حتى من قبل من حتى في الكلوب كورت برشا ماتشات وفي الترجي كيف معناها نحكي معناتها تيتو انا ديسكوت لا اي معناها حتى في الكلوب والترجي معناها وصلت ماركيت وعملت شيء معناها عادي ديما باش تكون اما مي كنت معناها يقولوا احنا من ركائز فهمتك انا شو اقول الحمد لله واحد ربي عطيك نعمه اللي هي كره القدم كره القدم مش تلعب بدنك انا راس مالك بدن مستحفظ عليه يعني لازمك تستحفظ عليه لازمك تخلي كل شيء للكره ما زلت حسب وقتك تعطي في مركز بيفو معناها يتطلب برشا مجهود بدني انا نعطيك تويكا معناها تويكا في نادي ابها وترجع بالستاتستيك وتبني كان تبني حتى انا بهثم لك انا معناها اكثر جوير يفك الدوري السعودي هو ان اكثر جوير ربح الدويل تو كنت انا ومعي واحد اخر اتاكوم تاع الفيحاء انا ماك تعرف غادي كل شيء حسابي ادم يقول لي كابيتان الحمد لله انا ذاك كابيتان اللي ديما قلت لك انا نشكر العباد اللي اعطت فيا ثقه خاطر تعرف كابيتان وديما حتى انا كي مشيت راني كيف ناسيونال معناها مشيت في قبل وهز تيتر هز تيتر مش معناها اي تيتر مش حاطط في مخك قداش من عام مازال نجم نشوفوا لو كور اخر كيما لو كور نتاع خمس جمعيات كبار ما تنجمش تحط اسلام ديما تقول باش يحكم فيك بدنك وقدرك صحيح بدنك وقدرك باش تقولش معناها قدرك خل ساعات كي تيح القدر خويا نعرفش معناها كي تيح قدرك في الكوره لازمك تجبد روحك الحديث معك ممتع برشا كريم وظل خلينا اكثر حتى من الوقت اللي كنا مبرمجينه نحب نعمل نكمل معك الروبريكا نتاعنا كريم بدايه مع